تفوق العالمي ملاك في هذا الدوري شيء جيد ومهم. ملاك بينات على المستوى ديالها اللي ما بين لعيبات المصنفين في الميور جوار في الانترناسيونال. في هذا الدوري ربحت 5 مباريات وربحتهم جوج جولات للصفر. هذا كيبين وكيعني بان لي بلاتفورم ديالها, لان هذا الدوري سي دوري انترناسيونال, سي تورنوا اي تي اف جونيور, والهدف ديالو بالخصوص كان هو التهيئ لي غون تورنوا اللي جايين بعد هذا الاسبوع الجاي ان شاء الله. دونك لو ميم اي تي اف جونيور ديال مدينه الرباط في ستاد ماروكان. مي لوبجيكتيف, الهدف برينسيبال هو لو تروف اللي المريم غادي تلعب ان شاء الله دونك 15 جو. وبالخصوص لو غون شلام رولون كاروس اللي ملك مأهله للصبوره النهائيه في الجونيور, وبدون شك هذا الفوز غادي يعطيها دعم كثير, لا بالنسبه للثقه, لا بالنسبه للتدريب, لا بالنسبه للمعنويه ديالها غادي تمشي طالعه, وبالخصوص بالنسبه لا ميز اون كونفيونس ديال لو تينيس ديالها, لان بحال كنقولوا لي فيكتوار ابي دي فيكتوار. دونك هنيئا لها, وكانت في مستوى هذا الاسبوع. تقدر تقول لي شي حاجه على ذاك المشكل ديال بنان؟ لا ما كاين حتى شي مشكل, ما كاين حتى مشكل, ما كاين والو. وعلاش ما ديروش داك الشيء تهودوا؟ حنا بغيناكم توافقوا وتمشيو جميعا. شوف جميعا 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 ديال كل شيء. داكور. واللاعبين اللي كيدخلوا في اطار برامج خاصه ديال الجامعه وكيكون واحد 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 لو ريسبي ميتويال, مرحبا, يا اوكان بروبليم. جميع الجميع ديال الجميع, حنا كنخدموا على جميع اللاعبين. ودايوغ الا شفتي لاحظتي في لي ديرنيير كونفيرونس, المغرب هو خدا لو ميور تروفي ديال لا ميور ناسيون في افريقيا على 6 سنوات. هاد لو تروفي ما كيجيش هكاك, الا جا صافي كاين لاعبين, كاين خلف, كاين واللي بغى يجي مرحبا به. جي اخويا انا بغيت ندخل بخيط ابيض بينكم وبين هذاك السيد, انا بغيت ندخل بخيط ابيض, ما كاينش مشكل. ما كاين حتى شي مشكل جميع, ما عندك شي مشكل. اذا يجي مرحبا به, ما كاين حتى مشكل. جميع ما عندها حتى شي مشكل, ما حتى شي واحد. مع حتى شي واحد. حتى شي واحد. وشوفوا سمعوا السي عافي فاش كيقول, كنشكروا بعدا اللي دار معنا هذا, اعطانا هذه المعلومات, ونتمنى ان شاء الله الخير يكون لقدام. شكرا, بارك الله فيك.